السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم احمد علاء من قناه ايزي بايكر. النهارده انا في معرض ابو حواء في اليوب، هوريكم كده كام حاجه. الحاجات دي انا مش عارف هتنزل ولا لا بصراحه، بس انا اول مره اشوفها حاليا، اول مره اشوفها. سكوترات جديده وموتوسيكلات جديده. اول حاجه السكوترات اللي قدامنا دي انا اول مره اشوفها، هي مكتوب عليها فيجوري. في الغالب دي هتبقى نازله من السكوترات اللي هي سي سي، يبقى عالي شويه لان دي حجمها كبير جدا. السكوتر بصوا يا جماعه ده كنبه، والله العظيم الكرسي كنبه، تمام. بصوا قد ايه اصلا صدر الاسكوتر كبير جدا وعريض جدا جدا، فانا مش عارف بصراحه ده نوعه ايه يعني، لانه غريب جدا. اول مره اشوف ان ابو حواء ينزل حاجه من فئه الماكسي سكوتر، يعني بعيد عن زونتس ال 310 ده خلاص موجود في السوق وكلنا عارفينه وكلنا عارفين ايه نظامه، لكن ده دي سكوترات اول مره اشوفها. فالاثنين دول كده فيجوري. حتى بصوا موضوع الحته اللي ورا الحديده دي معموله كربون فايبر، هو اعتقد ستيكر يعني، بس هو ستيكر نظيف جدا يعني. انا اول مره اشوف هاي كربون فايبر كده ستيكر يبقى بالنظافه دي. ده حاجه تانية اس ار ام، ده 150، ده برده مش معمول اي حاجه يعني. في هنا مفتاح بس ما فيش طبعا بطاريه، البطاريه مش شغاله يعني، البطاريه في السكوتر نفسها مش شغاله. ده مكتوب اس ار ام. سكوتر يعني قريب شويه للكيوي وقريب شويه للجيت 14، تمام. سكوتر يعني زي ما انتم شايفين، هي ما نعرفش التفاصيل بتاعته قوي، لكن كده كده الفرامل باكم زي ما قلت لكم 150. الشاشه من الواضح انها ديجيتال مش عقارب. من الواضح برضو ان هو ما فيهوش مفتاح، هو بريموت بس، لكن بقى ايه اكتر من كده انا ما اعرفش اي حاجه. ده الشكل بتاعه، نبص عليه برضو من قدام. ده كده شكله من قدام، شكله مش وحش خالص خالص، بالعكس الانوار بتاعته شكلها لدات كلها عدسات يعني، فمن الواضح ان هي هتبقى حاجه نظيفه. برضو في حاجه هناك اسمها فلير، ده فلير، ده سكوتر برضو شبه جدا المارينو سبورت، او ده شبهه جدا يعني، حتى الواجهه الاماميه بتاعته قريبه قوي منه، بس طبعا مش هو يعني، تمام. ده منظر السكوتر بتاعنا فلير، اتوقع ان هو 150 سي سي يعني، مش هيزيد عن 150 لو ما كانش 125 يعني. ممكن تكون كل دي حاجات مبدئيه كده لسه بيشوفوا ايه نظامها في السوق، ممكن. بصوا حتى هنا في دراج خفيفه قوي. عندنا هنا ده العقرب العداد بتاعنا، الشاشه دي صغيره. وعندنا برضو الحاجات دي، ده شبه شويه ابريليا اس ار، شبهه شويه. الواجهه الاماميه بتاعته غريبه شويه، تمام. ده 125 اس ار ام 125، برضو ده شكل العداد بتاعه شبه المارينو كلاسيك، ده شبه المارينو كلاسيك شويه في العداد. جنبنا برضو هنا في فيجوري 125، شبه جدا جدا المارينو كلاسيك، برضو شبهه جدا ده، تمام. دي برضو كيوي، معرفش برضو ده كيوي ايه بقى، دي ممكن الدنيا هنا ضلمه شويه، بس هنا ده كيوي 300، ده 300 سي سي، تمام. ده حاجه زي الفل، ده جميل قوي قوي يعني. ده لو نزل يعني هتكون طبعا من فئه الماكسي سكوتر، الحاجات الكبيره شويه، حاجه انا يعني احب جدا انها تكون نازله يعني. شبه جدا الفيجوري اللي احنا مصورينه يعني، ده يكاد يكون هو، بس الاستيكر مختلف من بره، مش عارف يعني. هنا مكتوب كيوي، فعشان كده بقول لكم هي دي كلها استيكرات، حتى دي حاجات مش نازله مع السكوتر، ده استيكر اللي هو بيتلزق عادي بيتطبع يعني. برده السكوتر كبير جدا من هنا للكنبه، انا حاسه ان هو حرفيا. لا ده في زراير هنا، بص ده هنا في سماعات، هنا في سماعات وزراير، وهنا درج. لا جميل قوي السكوتر، انا كان نفسي اعرف والله مواصفاته، بس هو في الغالب لسه ما فيش اي مواصفات عنه. هنا بقى ده هوندا ويانج 190 سي سي، تمام. ده من شركه هوندا مع الاتفاق مع شركه ويانج، بس ده لسه ما نزلش السوق، بعكس ال 250 ار اس. 250 خلاص نزل والناس بدات تشتريه وكل حاجه وتوزع على المعارض. شركه ويانج دي عادي متفقه مع هوندا وليها موقع رسمي على فكره اسمه هوندا ويانج او يانج هوندا، انا دخلت عليه وشفت يعني، ده كان موجود فيها يعني، ده موجود وجميل يعني. لا هو موتوسيكل جميل وخامته حلوه، الواجهه الاماميه بتاعته جميله، تمام، شبه السي بي 1000 الجديده، الفانوس ده، الانوار بتاعته برده نفس الكلام اللي هي الفلاشرات. الموتوسيكل مودرن جدا جدا برضو يعني، مفيش برضو معلومات هل هينزل ولا لا، ممكن يفاجئونا وينزلوه برضو. العداد بتاعته شيك جدا برضو، العداد بتاعه جميل، ويعني نص عقارب ونص ديجيتال، المرايات يعني بسيطه خالص، فموتوسيكل جميل يعني. نفسي برضو يكون نازل في السوق، لانه هوندا في الاول وفي الاخر هوندا، اي نعم مع ويانج هي شركه صيني هي اللي متفقه معاهم، بس ده مع اتفاق مع هوندا يعني، حاجه مش من وراهم يعني. عندنا بقى الموتوسيكل ده، انا نفسي معرفش هو ده ايه بصراحه، هو مكتوب موتور سبورت وكلمه غريبه هنا، ومكتوب هنا جيالينج يعني، هو من الواضح ان هو صيني يعني بالكتابه الصيني دي،
بس الوانه حلوه جدا، الوانه كده قلبه زي على الكي تي ام. وانا شايف ان هنا عند ابو حواء في حاجات كتير شبه الكي تي ام نوعا ما، قلبه كده على الكي تي ام. اللون البرتقاني ده في الازرق والاسود شكله حلو قوي، وقدام كمان واجهه رياضيه جدا. اعتقد الدات دي لما تنور هتبقى شكلها حلو قوي بالعدسه اللي جوه دي. الجنط لونه برتقاني بالحتت التاتشات الكتير البرتقاني دي. حتى العداد بتاعنا هنا هنلاقيه ديجيتال، موتوسيكل رياضي، هو معمول رياضي. بس ايه بقى حالته، هل هينزل، مواصفاته، الكلام ده كله زي ما تركوا هنا. حاطين حاجات كتير قوي، بصوا في المعرض، بصوا المنظر، حاطين حاجات كتير جدا، منها اللي شغال، منها اللي مش شغال، منها اللي بينزل في السوق، منها المحطوط قطعه واحده، في حاجات كده عربيات غريبه، في تروسيكلات، في مثلا زي بتاعه الحريق دي، في حاجات كتير. يعني العربيات اللي انا صورتها اللي هي عامله توك توك كتير قوي. فعشان كده هنكتشف حاجات يعني بكتشفها معاكم. يعني انا عارف ان هي ممكن ميبقاش ليها لازمه قوي التصوير، بس اديكم بتشوفوا الحاجات اللي موجوده هنا. منها مثلا واللي عجبني جدا سكوتر الفيجوري ده، ده عجبني جدا. يعني فيجوري 150 ده اكتر حاجه لغايه دلوقتي شدتني، وقلت يمكن لو نزل يعني يحقق حاجه. هو زي كيوي كده، تمام. ده كده الشكل بتاعه الامامي، تمام. ده 150 سي سي برضو، يعني طبعا فرامل الامامي والخلفي باكم ديسك، واعتقد كمان سي بي اس. ده يعتبر من احلى الحاجات اللي انا شايفها حتى الان، لان التقسيمه بتاعته جميله، الوانه جميله، شكله يعني بصراحه شكله حاجه، خامته احسن، يعني احسن حاجه لغايه دلوقتي شفتها. حتى بصوا موضوع العداد، واحد هنا وواحد هنا، ده اكتر حاجه شدتني حتى الان. تمام، فيجوري 150 اهي، فيجوري، فيجوري انتشرت قوي هنا عند ابو حواء. حتى الواجهه الخلفيه بتاعتها جميله جدا جدا، الزكمان شكله حلو، المساعدين عندنا هنا ورا خالص بطريقه غريبه شويه بس تمام. يعني ده كده منظر. حتى بصوا الكونتاك عندنا برضو ريموت، مش مفتاح عادي. من الحاجات اللي موجوده بقى هنا هتلاقي الليونشينو اللي انا بحبه جدا جدا، لكن ال 500 بقى، ال 500 سي سي، تمام. بصوا ده الاسد الصغير ده، اكتر حاجه عجباني يا جماعه في الموتوسيكل. يعني انا عايز اخد الاسد ده وامشي بيه والله العظيم، جميل قوي. بصوا حاجه جميله قوي. بص هناك برده نفس، لا جميل جميل. ليونشينو ده من الموتوسيكلات اللي بحبها قوي، من اغلى الموتوسيكلات اللي نزلت في السوق المصري. اول ما نزلت يعني الحاجات الغاليه كان هو الموتوسيكل ده، بس ال 250 منه. هو ممكن ده بيضاوي شويه كده غريب، بس انا بحبه جدا الموتوسيكل ده، تمام. حاجه كده لا حلوه حلوه. يعني اثنين سلندر ده على فكره، بنيلي اثنين سلندر. بصوا المنظر من تحت، اوف لا جميل. من الحاجات برده اللي موجوده هنا الفيجوري ده اكس ار اي، عامل زي التريلا كده جنب البنيلي التريلا ده. بص المنظر برضو ما اعرفش عنه اي حاجه حاليا، مكتوب سكوربيون على جنب، ما اعرفش ايه نظامه، تمام. يعني طالما ما اعلنش عنه او حاجه، زي برضو ممكن يكون قطعه كده. ده الحلو قوي برضو الار كي اكس ده، عامل فيديو لوحده عنه لانه ده موتوسيكل بالنسبه لي جميل. اكتر حاجه عجباني فيه ان هو الفانوس الامامي عامل زي البي ام دبليو الادفنتشر، تمام. ده هعمل عليه فيديو لوحده ان شاء الله، نظره مكثفه يعني عنه ان شاء الله. ودي كده برضو كانت نظره عامه عن الموتوسيكلات والسكوترات في معرض ابو حواء. ده لسه في حاجات تانية اصلا، بس انا حاولت اجيب الحاجات النقط المهمه يعني في المعرض. ولو حد عنده اسئله اكتبها في الكومنتات. انا كده لخصت لكم على المعرض بدل ما تيجوا انتوا بنفسكم، انا لخصت لكم الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.